السلام عليكم الناس، دايرين لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى لكل اللي دخل لهذا الفيديو يكون في صحه جيده، واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها عليه. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدا بسم الله على بركه الله. اليوم بغيت نشارك معكم القوق اللي غادي نسلقو وغادي نعمرو بشويه ديال الجلبانه. هيا عندي واحد شويه جلبانه، هانتوما كتشوفوا الكميه شحال، وعندي ثلاثه القوقات، واللي بغى يدير كثر يدير كثر. غادي نقسم هاد القوقات على جوج، من بعد ما غسلتهم مزيان وشستهم بهاد الطريقه هكا هكا وحيدت لهم دوك العويدات، دابا غادي نقسمهم على جوج. الطريقة هادي، أنا في هاد الأثناء راه عندي الما تيسخن، غادي ندير فيه واحد نص حامضة، غادي نسلقهم مع نص حامضة والما سخون باش ما يكحلوش ليا. نعاود نقطع هادي هكا بهاد الطريقة، دغيا تيتقطع. وغادي نرد هاد الجلبانه حتى هي تسلق، ومن بعد ونرجع معكم باش تشوفوا كيفاش غادي ندير ليه. بعد ما درتو في هاد الماء طايب ودرت هاد النصيص الحامضه، دابا غادي نخليه حتى يتسلق ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما تسلق ليا القوق ديالي، هانتوما تيبقى محتفظ على اللون ديالو، ما تيكحش حيتاش انا سلقته مع الحامض. دابا ديك الجلبانه اللي سلقتها خلطتها مع المايونيز ومع شويه ديال المدنوس. دابا غادي ندوز نخوي هذا الوسط هذا بهذه الطريقه هذه، بالسياسه حتى كيبرد شي شويه، عاد كندير هذه العمليه نحاول نحيد هاد الوريقات هادو اللي من الفوق بالطريقة هكايا. كيجي زوين وكتستافدو بديك جلبانة كتاكلوها بوحدها، واللي بغا يدير الخضر يديرها، لا المايس ولا انا فضلت ندير غير جلبانة بحال هكايا. الطريقة هادي نتوما كتشوفو، ندوز عاوتاني لوحدة أخرى، كنخويها غير بالسياسة. الناس اللي تيعجبهم القوق مسلوق، حنا راه تيعجبنا القوق مسلوق. انا الا درتو في المرقه صراحه ما تياكلو ليش الدراري، ولا تيضيع. نحاول نزول غير الوريقه هكا، ما نحيدش مع هاد اللب هذا. سمحوا لي، راه كانت الماكينه ديال الصابون خدامه، هي اللي كانت دايره الصداع. راني حبستها. انا غادي نكمل هاد القوق ديالي كامل، وغادي نرجع نوريكم طبق التقديم في الاخر ديالي النهائي بعد ما ساليته كامل وزينته بشي شويه ديال معدنوس مقطع. كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا ليا في الكومونتير الى فيديو قادم ان شاء الله.